نشطاء ألمان ولاجئون سوريون في وقفة احتجاجية في ساحة بوتسدام بلاتس وسط برلين، حضروا جميعاً تضامناً مع ضحايا البحر المتوسط من السوريين واحتجاجاً ضد تجاهل العالم لأزمة اللاجئين. المحتجون طالبوا الحكومة الألمانية بقبول المزيد من اللاجئين. ألمانيا كرابع أقوى اقتصاد عالمياً وواحدة من أغنى بلدان العالم، وعدد سكانها يتجاوز 80 مليون، لذلك علينا مراعاة أوضاع بلدان أخرى استقبلت اللاجئين كلبنان مثلاً، البلد الصغير وبالإمكانيات المتواضعة. تجاهل العالم لمحنتهم هو أمر امتعض منه بعض اللاجئين السوريين. الدول الإسلامية عم تقول على ألمانيا بلد الكفار. تعالوا شوفوا الكفار شو قدموا لنا، فتحوا بيوتهم وقلوبهم وساعدونا وحضنونا، ولكن يا حيف عليهم يكونوا مسلمين هذوك. ويأمل المحتجون أن تتحرك أوروبا بسرعة من أجل تسهيل مرور المهاجرين العالقين خارج أسوارها لمنع تفاقم مأساتهم أكثر من ذلك.